يبدو أن توابع الزلزال الذي أحدثته تركيا باقتناء منظومة S-400 الروسية لا تزال مستمرة وممتدة، حيث أعلن المدير العام لشركة روستاخ الروسي استعداد موسكو لتوريد مقاتلات من طراز سخوي 35 إلى تركيا إذا أبدت رغبة في ذلك. هذه التصريحات جاءت في أعقاب إشارة لنائب رئيس الوزراء الروسي إلى إمكانية فتح مباحثات بين موسكو وأنقرة حول توريد طائرة حربية، إلا أن مصدرا عسكريا تركيا صرح لوكالة نوفوستي الروسية بأن الحديث عن شراء تركيا لمقاتلات روسية لا يزال سابقا لأوانه، مؤكدا أن الإدارة التركية تجري تقييما لهذا الاقتراح. محاولة الاختراق الروسية للأزمة التركية الغربية جاءت في أعقاب قرار واشنطن باستبعاد أنقرة من المشاركة في برنامج إنتاج مقاتلة F-35 الأمريكية من الجيل الخامس بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء العقابي قد لا يكون سوى البداية، نظرا لأن الرئاسة الأمريكية لم توضح ما إذا كانت ستفرض عقوبات أخرى على تركيا في إطار قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يدرس فرض عقوبات على تركيا في الوقت الحالي. ولكن كيف سيكون رد فعل الرئيس الأمريكي حال نجاح موسكو في إقناع أنقرة العضو في حلف الناتو بالحصول على المقاتلة سخوي 35، الأمر الذي يعد اختراقا استراتيجيا روسيا ثانيا للمعسكر الغربي؟